السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة المنتخب المصري والمنتخب الإثيوبي في الجولة الثانية من تصفية كأس أمم أفريقيا 2023، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بتصفية كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث برصيد 0 نقطة. وتستقبل إثيوبيا مصر في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الخميس 9 يونيو 2022 على ملعب بنغو الوطني بمالاوي في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق علي محمد علي.